من مصر وكنا حابين نأكد وحدتنا معاكم بالسهولة، عارفين انه الفيديو ده يوصل لأمريكا اللاتينية كلها. واحنا في نفس اللحظة كمان مصلين ان ربنا يبارك كل الجنة الموجودين في أمريكا اللاتينية في الاجتماع ده، عشان ما يطلعوا بثمرة، يطلعوا ازاي يعيشوا روحانية الوحدة، روحانية الفوكلاي. واحنا هنا من مصر بنبعت لكم سلام وتحيات كبيرة قوي لشباب الأرجنتين وطبعا كل شباب أمريكا اللاتينية، وبنأكد لكم وحدتنا دايما معاكم في كل وقت ودايما متحدين.